السفير السعودي في اليمن السيد محمد بن سعيد الجابر، مرحبا بك معالي السفير. أريد أن أسألك، في أي إطار تأتي مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار من جانب واحد؟ أهلا وسهلا فيكم. الحقيقة المبادرة هي استمرار لجهود المملكة العربية السعودية ودول التحالف لدعم عملية السلام في اليمن. السلام دعمتها دول الخليج والمملكة العربية السعودية في العام 2011، قدمت المبادرة الخليجية والتي تنفذيها التي نقلت السلطة سلميا إلى الرئيس عبد الرب المنصور هادي، ودعمت كل المبادرات وكل المشاورات في بييل وفي جنيف 2015، وأيضا في مشاورات الكويت 2016، ودعم جهود جميع المبعوثين لليمن سواء كان جمال بن عمر أو إسماعيل ولد الشيخ أحمد أو مارتن جريفتس، فيتأتي في إطار الدفع بعملية السلام، وأيضا تأتي في هذا الوقت الحساس والحرج الذي يمر به العالم أجمع لمواجهة خطر فيروس الكورونا وانتشاره في كل العالم وبالذات في اليمن، وأيضا يأتي استجابة لمطالبة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مواجهة فيروس الكورونا، وكذلك يأتي أيضا دعما لجهود المبعوث الأممي لليمن السيد مارتن جريفتس لدعم مقترحاته الثلاث سواء بخصوص إيقاف إطلاق النار بشكل دائم بحيث تجتمع الأطراف اليمنية مع فريق عسكري من التحالف لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار ووضع آليات له، وأيضا مقترحاته بشأن العملية الإنسانية أو العمليات الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وإضافة إلى مناقشة كيفية استئناف العملية السياسية كما قدمها للحكومة اليمنية وقدمها أيضا للحوثيين. طيب معالي السفير، هناك من يتساءل ويقول لماذا على التحالف أن يأخذ بعين الاعتبار المدنيين اليمنيين وحال المواطن اليمني، بينما الطرف الآخر على الأرض والذي يقول بأنه يمني ميليشيا الحوثي لا تأخذ هذا في الحسبان؟ الحقيقة التحالف المملكة العربية السعودية يدعم الشرعية اليمنية المنتخبة من الشعب اليمني بهدف أمن، تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وأيضا تحقيق أيضا التنمية وأيضا السلامة للشعب اليمني، وأيضا دعمه في الجانب الإنساني والاقتصادي. وللأسف أن ميليشيات الحوثية تقوم منذ انقلابها على الدولة في عام 2014 حتى الآن بممارسات ضد الشعب اليمني وضد الإنسانية، ونرجو أن تكون هذه المبادرة في هذا الوقت الصعب فرصة للحوثيين لإثبات يمنيتهم وعدم ولائهم أو اتباعهم لأجندة إيران، وهي فرصة كبيرة جدا للالتزام بوقف إطلاق النار والاستجابة لمبادرة التحالف والانخراط مع المبعوث الأممي في بشكل عاجل في اجتماع مع الحكومة الشرعية لمناقشة ذلك. طيب هل لديكم مؤشرات معالي السفير بأنه من الممكن أن تكون هذه الميليشيا الآن مساعدة على حقن دماء اليمنيين وفق المبادرة الأخيرة؟ الحقيقة نحن نسعى ونبذل الجهد في كل المجالات لدعم الشعب اليمني في المجال السياسي والاقتصادي والإغاثي، وللعلم التحالف يقوم بدور كبير جدا أكبر من أي دور آخر بمقارنة بالعمل العسكري. الدور الاقتصادي والإنساني والإغاثي كبير جدا مقارنة بالعمل العسكري، وأيضا الدور السياسي دائم في دعم أي فرصة لتحقيق السلام في اليمن، ونعتقد أن المبعوث الأممي يقوم بدور جيد وفاعل في الاتصال مع كافة الأطراف للبدء في استثمار وقف إطلاق النار لتحقيق تقدم في العملية السياسية. طيب معالي السفير، لماذا حتى الآن المجتمع الدولي لم يستطع تحقيق شيء في اليمن، خاصة وأنه مسلح بموقف التحالف الداعم لجهود الأمم المتحدة في الداخل اليمني ومنها مسألة وقف إطلاق النار الأخيرة؟ لماذا لا يكون هناك تحرك على صعيد آخر؟ هي المجتمع الدولي أسوة بدول التحالف والحكومة الشرعية يقوم بدور فاعل في محاولة إنهاء الانقلاب وإنهاء الحرب وأيضا التوصل لحل سياسي بيرضى به الشعب اليمني ويكون عادل ووفق المرجعيات الثلاث المعروفة. والمجتمع الدولي يقوم بدور كبير في مجال الإنساني، هناك مطار صنعاء الآن مفتوح سيستمر في استقبال كثير من الطائرات الإنسانية والإغاثية في كل مجالات وبالذات في مجال
التجهيزات والمعدات والاحتياجات الطبية لمواجهة الكورونا ومنع انتشاره، سواء كان في العاصمة صنعاء أو في عدن أو في كل المحافظات اليمنية. وكذلك أيضا التحالف والحكومة الشرعية يعملون جنبا إلى جنب في تسهيل وتسريع شحنات المواد الغذائية والصحية إلى الموانئ اليمنية وكذلك عبر ميناء الحديدة. شكرا جزيلا لك سفير السعودي في اليمن معالي الأستاذ محمد بن سعيد آل جابر على كل هذه الإيضاحات.